حاليا مع أمير الدين إخلف، تفضل. مساء الخير إيمان، مساء تفضل. الخير مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى أخبارنا المحلية. البداية ستكون من ولاية تيسمسيلت، وفي جولة قادت كاميرا تلفزيون النهار نحو دائرة برج بن عام وتحديدا بلدية بن شعيب، تم معاينة وثائق رسمية خاصة بالمؤسسة العمومية نفطال للإنتاج وتوزيع الوقود، وبأعداد كبيرة مرمية في سد كدية الرصفة، ما يطرح العديد من الأسئلة حول سبب هذا التصرف الذي يضر ببيئة المنطقة. المزيد مع محمد غنيش. هذا الفواطير تاع ناس راهم جايبينهم من تيسمسيت هنا الغاز ترمي فيهم هنا في السد. احنا رانا ان شاء الله هذا السد باش تكون سياحة ولا اخر، راهم يجوا يرمونا فيه القمامة، ما فهمناش، يجوا من فوق الجسر ويرموا القمامة تاعهم هنا بدون مبالاة. وهذه وثائق واسماء تاع ناس من تيسمسيل، ولادات هذه راه فيها 2016/6/25، فاتورات ترمى هنا، مانيش عارف اللي يجي يرمي القمامة منا، ما كاش اللي راه عاطي اهتمام لهذا السد. ولا احنا ان شاء الله هذا الناس يكونوا واعيين، مش هما اللي يلوثون السد هذا، هما اللي يقفوا معنا باش تكون المحيط هذا نظيف. وفي اتصال هاتفي مع مؤسسة نفطال لولاية سمسيلت نفت أن يكون هذا التصرف ناجم عن أحد أقسام مصالحها، بدليل أن الوثائق التي وجدت على مستوى السد خاصة بزبائنها ومواردي الوقود، ما يؤكد براءة أي جهة تابعة لها. إلى موضوع آخر، وبعد أن بث تلفزيون النهار الحالة المزرية التي تعيشها خميسة وابنتها المقعدة داخل كوخ مهجور في أعالي منطقة بير المرجة عنابة، هبة تضامنية كبيرة لمساعدتها بمختلف المستلزمات والمواد الغذائية، حيث أصبح كوخها مقصدا للعديد من المحسنين حتى من خارج ولاية عنابة. مديرية النشاط الاجتماعي من جهتها تحركت بأمر من وزيرة التضامن، وتنقل فريق لمعاينة الحالة وإفاد تقرير إلى الوزارة، خاصة لإيجاد حل لمشكلة المنحة العالقة بسبب وثائق إدارية. عبد الناصر جلال، رصد أثر. هو سمعت عن طريق قناة النهار في الأخبار الأسبوع الماضي، أنا أصلي من القل، لما سمعت ضمير تحرك قررت نساعد بالشيء نقدر عليه. الناس لما تعرفوا بالمرأة هذه تعرفوا بالنهار، وتعرفوا بينا احنا مدينا صوتنا يعني للنهار هذه، وهم يعني وزعها للمواطنين وللشخصيات والمهم تكون حاجة. هاد العائلة يعني بعد ما شفنا الروبورتاج عندها يومين، قامت وزارة التضامن بالاتصال بمديرية النشاط الاجتماعي، والحمد لله حنايا العملية راهي متواصلة دائما. خذينا الإجراءات بيرسونال موديتها، أنا بيدي مع 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 جارها وتوكلوا عليها محامين. مالوريزمون جات الفترة تطول تاع عملية الحجر، تباهي يعملوا الحجر باسم أمها، بتعود أمها يجاها الشيك تعود تخلص أمها في بلاصتها. نورمال ما ذوك عندها واحد العام خصوص غير على المشكلة ذا. هذا وحدة جاتني موسمها من القل، جابت لي عطتني 800 وجابت لي كرسي. هي هذا كان هاي هم جابوا ذوك مطارح وجابوا قضية. إلى موضوع آخر، لم تترك النقابات المستقلة فرصة الدخول المدرسي لتفجر ما اسمتها فضيحة مصلحة التوظيف، ومن ورائها مديرية التربية لولاية سكيكدا والمتعلقة بالتلاعب بمناصب الأساتذة، بعد أن توجهت إلى الاستخلاف بدل الاستعانة بالقائمة الاحتياطية، ضاربة بذلك تعليمة وزارة التربية عرض الحائط حسب ممثلي هذه النقابات الذين اعتبروا الأمر تقصيرا من قبل مصلحة الموظفين. محمد حمد، رصد التالي. احنا يعني شهادة لله، احنا ما شفناش ان القوائم الاحتياطية راهي استعملت ولا راهم نعيطوا لهم. يعني بالنسبة للولايات رانا عارفين باللي راهم استدعوا الاحتياطيين واستعملوا القوائم تاع الاحتياط، لكن هنا في الولاية تاعنا مش موجودة. فضيحة القائمة الاحتياطية، عجزت مصلحة الموظفين في المديرية انها تكون في الحادث، تكون مع الدخول المدرسي، تكون مع تعيينات الاساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية، في السويعات الأخيرة في 48 ساعة، في 72 ساعة الأخيرة ترمى الكرة مرة ثانية إلى السادة مدراء المؤسسات لتعيين الأساتذة في المناصب الشاغرة، وعددها بالعشرات بل بالمئات
في أطوار معينة خاصة في البداية بالمئات. هذه التعليمة هذه ضرب بها عرض الحائط، واليوم توظفوا أساتذة على أساس المعرفة. مدير التربية لولاية سكيكدا من جهته أكد بأن تعليمة الوزيرة مطبقة بحظافرها في ولاية سكيكدا على غرار باقي ولايات الوطن. محمد حمد ثانية. التوصية لمعالي وزير التربية الوطنية تطبق حرفيا، فلا استخلاف في هذه السنة إلا على المناصب الإجازة المرضية أو إجازة أمومة. أما المناصب المحررة أو غير المحررة فإنها ستغطى من طرف الاحتياطيين حسب المناصب الشاغرة المالية الشاغرة. ولذلك سرعت مديرية التربية إلى الإعلان لهذه الفئة من الاحتياطيين. نقول هنا الاحتياطيين هم المترشحون الذين تحصلوا على معدل 10 فما فوق. نبقى دائما في ولاية سكيكدا. احتج أولياء تلاميذ قسم التوحد بمدرسة حلاج حسين بأعالي المدينة رافضين قرار مدير المدرسة القاضي بمنع ابنائه من العودة للتمدرس بالمدرسة المذكورة، متحججا بحاجة مؤسسته للحجرة التي يشغلها هؤلاء منذ العام الماضي بقرار من مديرية التربية. محمد حمد رصد التصريحات التالية. اليوم جينا رانا في مدرسة حسن حلاج، وأن يتواجد القسم الخاص بأطفال التوحد لجمعية أمل لولاية سكيكدا. تفاجأنا اليوم وتفاجأ الأولياء بغلق مدير المؤسسة لهذا القسم اللي راه متواجد من عام 2015 بقرار من مدير التربية. يعني نورمالمون اليوم الأطفال هادو راهم راح ينتقلوا للسنة الثانية من التعليم الأساسي، لكن المدير فاجأنا بالطرد. المدير ما استقبلناش بكل، ما حبش يهضر معنا خلاص، وقالنا لكم القسم هذا لا نحتاجناه للتحضيري. سمعت وشوفوا قسم خلاف يتمدرسوا فيه الاولاد تاعكم، وحنا عندنا الاكتضاد كما تقول انت، سما الدراري هذول زايدين، فهمت؟ ما عندهمش بلاصه لا في المدرسه هذه لا. واخويا احنا نطلبوا من السلطات كيف دير لنا حل اخويا، كيف نخليهم في الدار هذو ما نقريوهمش. نقلنا انشغال أولياء تلاميذ قسم التوحد إلى مدير التربية، وأكد أن المديرية لن تتخلى على هؤلاء الأطفال لأن حقهم في التعليم مكفول من قبل الدولة. إلى ولاية البيض، خضرة تدرس بالصف الثاني ابتدائي تجد صعوبة بالغة للوصول إلى مدرستها، أين تعتمد في ذلك على عكازات أتعبت جسمها الضعيف وأوهنت قواها المنهكة، غير أنها لم تنل أبدا من عزيمتها في التفوق. المزيد في تقرير مراسلنا نور الدين رحماني. وجدناها تسير بخطى متثاقلة من بيتها باتجاه المدرسة، تحدوها العزيمة وتتحدى الإعاقة، فمن رحم المعاناة والتهميش ولدت عزيمة خضراء التي تدرس بالصف الثاني ابتدائي وتواصل مسارها الدراسي منذ السنة الماضية بهذا الشكل وبذات المعاناة. بزاف صحة، بزاف كاع صحة، تمشيني أي شوية هيا واه نتبع. هذه راه في خاطرها تقرأ وراها تتعلم من السنة الأولى، راها في ثلث سنة الزوجة وراها تحسنت الوضعية تاعها، ولكني المشكل تاعها حركيا رانا في المشاكل، راها تتعب بالبزاف. انا راني نرفض ونوصل. خضراء بإرادتها رفضت ان تربط مصيرها بكرسي متحرك، رفض صندوق الضمان الاجتماعي منحها اياها. راني ندير الملف تاعي ونبعثه لاكناس، هذه راها ترفضنا، هذا هو الاشكال اللي رانا فيه. طالب راني عندي واحد تقريبا 7 أشهر والله بعثته، راني نستنى ما بالي والو، راني نشري بدراهمي وبالك لربما حتى نسلف باش نشري لها باش نمشي للمدرسه. خضراء بوضعيتها وما تبذله من جهد للوصول الى المدرسه تعلن ان من حرمها من الكرسي المتحرك هو المعاق، لانه اعتبر انها ليست بحاجه اليها. ذات المسؤول رفض التعليق على الوضع لانه كما يقول ممنوع من ذلك بقرار فوقي. نامل إيمان أن تكون التفاتة بسيطة لهذه الطفلة حتى أنها تواصل مشوارها الدراسي كباقي أقرانها. وبهذا هي أخبارنا المحلية مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة. تفضل إيمان. شكرا جزيلا لك أمير، وجولتنا الإخبارية لازالت متواصلة لكن بعد الفاصل.